في نوعين من طريقة اللعب في الشكل الاربيجيو بالذات، بيبقى لو بيبقى فيه ريش اكيد بتبقى الليفل بتاع صوتها وخامة صوتها مختلف عن بقية الصوابع، فبيبقى ليها شكل تكنيك معين بالريش. بس يعني انا للاسف لظروف يعني خاصه انا ما تعلمتهاش بشكل الريش، فعلمتها لنفسي بالشكل اللي هو الصوابع كلها لازم تبقى ليفل قريبه من بعض او خامه صوت واحده يعني. فده بيبقى ليه صوت وده ليه صوت تاني خالص في حته الطعم في الودن نفسه يعني. بيبقى الاتنين صوتهم حلو، بس ده ليه استخدام وده ليه استخدام على حسب المقطوعة او ستايلها او الحاجات دي كلها. بس